الرحمن الرحيم، الإخوة الزملاء، محامي مصر، الزميلات والزملاء الأعزاء من الوطن العربي وإفريقيا، أبنائي الأعزاء من شباب المحامين، تحياتي إليكم جميعا. اليوم إن شاء الله ننطلق في بداية جديدة بفلسفة جديدة للجمع بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بصيغة التعامل العملي من خلال تطبيق نصوصهما معاً. في البداية نتحدث في بعض المبادئ الهامة التي وثقتها الممارسة العملية وأرست تلك المبادئ محكمة النقض في العديد من أحكامها، ثم تواترت عليها وأصبحت أسس قانونية قائمة على دعائم راسخة من أحكام محكمة النقض. ونذكر تلك المبادئ في عناوين، ولكن التطبيق العملي من خلال حلقاتنا المتتابعة يؤكد عليها. ومن تلك المبادئ أنه شخصية الجرائم والعقوبات، لا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على نص، المتهم بريء حتى تثبت إدانته. وهي مبادئ في تسلسلها ترتبط ارتباط وثيق بشخص المتهم وعلاقته بالجريمة التي يوجه الاتهام إليه بمناسبته. ونوضح أنه وفق قانون العقوبات رقم 58/37، وكل ما طرأ عليه من تعديلات حتى التعديل بموجب القانون رقم 164 لسنة 2019، حيث أوضح قانون العقوبات تصنيف الجرائم ومن ثم تصنيف العقوبات بمقابل كل جريمة. وقد أورد القانون الجرائم جنائيا في ثلاث: الجنايات، الجنح، المخالفات. وقد أورد القانون لكل جريمة عقوبة تتناسب معها على قدر حجم الجرم فيها، حيث أورد القانون لجرائم الجنايات عدة عقوبات، وهي الإعدام، السجن المؤبد، السجن المشدد، السجن. وفي ذلك الشأن نقول أن القانون أيضا أورد في جرائم الجنح عقوبات تتناسب مع حجم الجرم في كل منها كالتالي: الحبس أو الغرامة. وتضمن قانون العقوبات لبعض الجرائم الحبس والغرامة أو إحدى هاتين العقوبتين، أي إما الحبس أو الغرامة أو كليهما معا. وتتنوع العقوبة في قضايا الجنح حسب أهميتها وحجم الجرم فيها، وتخضع في ذلك لتقدير المحكمة، لتتراوح بين حد أدنى 24 ساعة وحد أقصى 3 سنوات، وذلك حسب تقدير المحكمة. وفي مدة عقوبة الحبس وكذلك الغرام. وهناك بعض الجرائم تكون العقوبة فيها مزدوجة، حيث ينص القانون فيها في مادة الاتهام الخاصة بها على عقوبة أصلية وعقوبة تبعية، وذلك يكون دوما في القضايا التي يتم فيها ضبط وتحريز أشياء مع المتهم مثل السلع أو إلى دوات إلى آخر، كما سنوضحها في حينها. وذلك سنتناوله تفصيلا في كل جريمة، وسنتناول بالبحث ذلك والعقوبة المماثلة للجريمة في نص القانون. ونجد أنه في مقابل ذلك يطل علينا قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 حتى آخر تعديلاته، وما ورد بها في القانون 11 لسنة 2017 و165 لسنة 2019، ونتناول أي تعديل آخر وما يطرأ عليه في حينه، ونتحدث في حينه بمناظرة نصوصه مع ما يتناسب بإجراءات المحاكمات في كل جريمة واختصاص كل محكمة والإجراءات المتبعة أمامها وطرق الطعن على الأحكام الصادرة منها، وذلك لإحداث الدمج بين قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية بفلسفة تتناسب مع الواقع العملي في المحاكم.
وذلك للتأكيد على مبدأ دوما نؤكد عليه وهو لازم نفهم. وقد تحدثنا عن الجنايات والجنح ونتحدث عن المخالفات وهي دوما ما تكون عقوبتها الغرامة، ونوجه أنه إذا تناولنا جريمة معينة نتناول كل عناصرها حتى صدور الحكم فيها، وبالطبع من وجهة الطرفين المجني عليه والمتهم، وكيفية الطعن على الحكم الصادر والإجراء الواجب اتخاذه نحو ذلك سواء من جانب المجني عليه أو المتهم، وذلك سواء كان الحكم في جناية أو جنحة أو مخالفة. فلا يوجد حكم محصن ضد الطعن المناسب وفق القانون، وذلك لأسباب قانونية هامة للطعن عليه ليستقيم الحكم النهائي على منطق العدالة، لأنه لو أن القانون افترض أن الحكم الصادر ابتدائيا هو عنوان الحقيقة لما شرع الطعن عليه، ولأن القاضي الذي يحكم في القضية بشر قد يتعرض تقديره ورأيه للصواب أو الخطأ، فنلجأ بالطعن إلى الدرجة الأعلى الأكثر خبرة والأكثر عددا من السادة المستشارين الذين يفصلون في الطعن حتى نصل إلى العنوان الحقيقي للعدالة. فإن الدور الحقيقي المنفذ للعدالة هو تقريب الحقيقة الواقعية من الحقيقة القانونية والعكس صحيح. وهذه هي الصورة المثالية لتحقيق العدالة التي يشعر بها المواطن، وهي عنوان الحقيقة حتى يكون المواطن على يقين من الرضا بالحكم الصادر ضده حتى ولو كان يدينه، لقناعة المواطن في ذلك باستحقاقه للعقاب على الجريمة اقترفها، أي اعتراف ذاتي بالجريمة، وهو ما دائما نؤكد عليه من فرض هيبة القانون بقناعة من يطبق عليهم وليس بفزاعة القانون العصا والسكين. أعزائي، حلقتنا هذه تعد مقدمة لسلسلة حلقات هامة جدا لمحامي الجدول العام، أو بالأحرى المحامي الشاب الذي يحتاج إلى بناء فكر وملكة قانونية قوية.